اللي هي خاصية التجميع. تجميعي، تمام. خلينا نجي خاصية التجميع شو راح تكون. هسه مثلا عندي مثال، تمام، عندي 37 زائدا 44 يساوي زائدا 6، مو صح لو لا؟ راح يساوينا بالمقابل اللي هي 37 زائدا 44، أعيدهن، زائدا 6، فراح أحصر ذني بقوس. شوف ذني، مرة حصر ذني بقوس ومرة حصر ذني بقوس، واثنيناتهن نفس الناتج يطني، اثنيناتهن نفس الناتج، يعني ماكو أي إشكال. اثنيناتهن راح يطني 87، اثنيناتهن راح يطني 87، هاي هم تعطيني 87، ناتجها 87 وهاي ناتجها 87. اوكي، اثنين، خاصية الإبدال. الإبدال بالضرب، تمام. نجي للإبدال بالضرب. هسه مثلا عندك، طبعا هذا التمرين الثاني، الخاصية الثانية، عندك مثلا نقول 3 في 12، إذا أردت أبدلها راح تصير 12 في 3، ماكو أي إشكال، 12 في 3 و3 في 12، قدمت وأخرت ماكو أي إشكال. هاي يسموها خاصية الإبدال بالضرب، واثنيناتهم يعطيني نفس الناتج، يعني هاي 3 في 12 راح يعطيني 36، وهاي راح تعطيني 36، ماكو أي إشكال. فهاي يسموها خاصية